السلام عليكم سادتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، نلتقي معكم بحلقة جديدة من برنامج كربلاء محطة رحال. وأيضا اليوم ضيفنا أبو علي أيضا من السعودية، وافد لزيارة الإمام الحسين عليه السلام وحضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وحياك الله يا أبو علي بكربلاء المقدس. الله يحييك ويسلمك. الله يسلمك إن شاء الله. اليوم أنت جيت لكربلاء المقدسة أكيد لإحياء هذه الشعائر الحسينية ولمواساة أبي عبد الله الحسين عليه السلام بهذه الذكرى، ذكرى استشهاد السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. كيف شفت الأجواء بكربلاء المقدسة وخصوصا هذه أيام زيارة؟ أجواء روحانية مريحة الحمد لله، يعني على كل حال يعني على الزيارة الحمد لله. هي بالتأكيد زيارة مريحة، لكن عندما شخص يكون هو وافد لإمام الحسين عليه السلام أكيد راح ينتابه شعور روحي مع الله سبحانه وتعالى، خصوصا الإمام الحسين هو حلقة وصل ما بين المواطن أو الزائر بصورة خاصة ومع الله سبحانه وتعالى. فالإمام الحسين عليه السلام هو ذخرنا وذخيرتنا. هذه أي مرة تجي تزور بها زيارة الإمام الحسين؟ ثالث مرة. شعوره يختلف عن أول مرة جيت لزيارة الإمام الحسين؟ كل مرة يختلف عن الثاني. شون يعني يختلف؟ تكون الروحانية أكثر يعني اللي قبلها. نعم، كل مرة تجي يكون روحانية أكثر من المرة اللي سبقها. أكيد محمل بالكثير من الطلبات والكثير من الزيارات للإمام الحسين، كثير من الناس حملوك الزيارة وأمنوك الدعاء. أكيد. كم شخص أمنك الدعاء والزيارة للإمام الحسين؟ كل الأهل، كل الأصدقاء، كل. أكيد هم بيحسدوك يعني بهذه الفترة إنه أنت قريب على المولى أبي عبد الله الحسين، صحيح؟ الكل يتمنى، مو يحسد، الكل يتمنى يزور. نعم. المعاناة اللي عانيتها حتى وصلت للإمام الحسين عليه السلام شنو هي؟ الحمد لله ما في معاناة في الطريق ولا، وكل شيء لأجل عبد الله يهون يعني ما في. بارك الله بك. وهذا اللي دائما احنا نحب نسمع الكلام اللي يثج القلب، اللي هو كل شيء يهون لجل أبو عبد الله، لجل أبو عبد الله الحسين عليه السلام. بارك الله بك. اليوم احنا بوقت لازم نستشعر كل قوانا وكل ما نملك من إيمان بهذه القضية الحسينية حتى نقدر نصمد تجاه هذه العولمة اللي تطرأ على الوقت الحاضر بالمجتمعات، بالحداثة، من تطور اللي يمر به بهذا الوقت. اليوم احنا بوقت دخل لنا عالم الانترنت، دخلت لنا هذه العولمة اللي اتجهت اتجاه بعض الشيء ابعدنا عن القضية الحسينية، ابعدنا عن هذه المكون الصغير اللي احنا نعيشه انه هي كربلاء المقدسة، ابعدتنا عن القضية الحسينية. اليوم احنا نحارب من أجل أنه نسير بهذا الطريق الصحيح، نترك ما واجهناه، ما ألمنا بهذا الوقت من هذه الحداثة، من هذه التطورات، حتى نقدر نسير بها على حب الإمام الحسين والقضية الحسينية. فبرأيك يا أبو علي، كيف نقدر نسير على هذه الخطوات الصحيحة الإمام الحسين عليه السلام، وكيف نقدر نستخدم هذه الحداثة مع قضية الإمام الحسين عليه السلام ونستفاد منها؟ نعلم أولادنا يعني اللي صار في قصة الإمام الحسين. نعم. من ناحية قصص، من ناحية البرامج اللي في التلفزيونات، يعني من ناحية أن نجيبهم هنا عند الإمام الحسين ونوريهم المعالم وكيف صار للإمام الحسين. نعم. والأطفال والسبايا، ونوريهم يعني المصيبة اللي صارت هنا، بحيث نعم. أنهم لك الأطفال من تعلمهم منهم صغار خلاص يكبروا على. نعم. على اللي تعلمهم في صغرهم يعني ما ينسوا. نعم. عكس لما يتعلم في كبر، يتعلم في كبر هذا ما يثبت شيء في راسه، لما يكون صغير ويتعلم فيحس بالمصيبة يعني إلين يكبر. أحسنت. يعني أنت مؤمن بهذه القضية أو المثل اللي يقول التعلم بالصغر كالنقش على الحجر؟ أكيد. هنا التعلم بالصغر كالنقش في حجر الإمام الحسين عليه السلام بحب الإمام الحسين. أكيد. بارك الله بك. اليوم بهذا الوقت أنه كيف نقدر أطفالنا نعلمهم على هذه القضية بظل هذه الأجواء؟ كيف نوفر لهم بيئة حسينية بهذا الوقت؟ كيف راح أنت تكون متابع لتربية أبنائك وأطفالك على حب الإمام الحسين عليه السلام؟ المدارس الحسينية متوفرة في كل مكان، الحوزات. نعم. فوقت العطل المدارس تدخل الحوزات، يدخلوا المدارس اللي يتعلموا فيها قصص الإمام الحسين. نعم. من هذا المنهاج يعني يتعلموا الواقع اللي صار مع الإمام الحسين. أيضا أنتم لازم همين يكون عندكم دور كأولياء أمور وكقادة بهذا المجتمع. إحنا اللي علينا نعلمهم في البيت
وهم يروحوا المدارس يعني. وفي المدارس عندنا ما في يتعلموا عن قصص الإمام الحسين، اللهم في الحوزات العلمية هي يتعلموها. بالتأكيد هذا شيء جدا مهم، مثل ما تعرف أن النواة لهذا المجتمع هو الأسرة. أكيد. فالأسرة إذا انبنت على حب الإمام الحسين عليه السلام، بالتالي راح يخرج عندنا مجتمع مبني على كل القيم الأخلاقية والدينية اللي تركنا إياها الإمام الحسين عليه السلام. بهذا الوقت أنه كل شخص لازم يكون هو فعال بهذا القضية الحسينية. أكيد. صحيح؟ صحيح. نعم بارك الله بك. اليوم بهذا الوقت اللي تكون بأوقات الخاصة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، إن كانت زيارة العاشر من المحرم أو كانت الأربعينية، كيف بإمكانكم أنه تحيون هذا الشعار الحسينية وتقومون بإحياء هذا الذكر الحسيني وإقامة العزاء ببلدكم بالسعودية؟ في عندنا حسينيات مآتم يعني في كل في بعض البيوت يعني موجود المآتم في حسينيات في نعم. يعني موجودة في شو اسمه في عندنا في المنطقة في القطيف. نعم. ويكون أحياء على مجالس حسينية أم كيف ال على مجالس حسينية؟ نعم. في الوفيات مجالس حسينية، في الموالد يعني هم يقرأوا الموالد. أبو علي هذا يكون الإحياء فقط بأيام الخاصة بالزيارة أم على مدار السنة كاملة؟ لا في مجالس على مدار السنة موجودة. يعني أحياء لمجالس أهل البيت عليهم السلام مستمرة على دوام السنة كاملة. في يعني على مدار الأسبوع أيام معينة يعني في كل مجلس يعني موجود المجالس. نعم بمختلف المناطق أم في البيت واحد يكون تجمع داخل؟ لا في مختلف المناطق موجود. أها. في القطيف عندنا في مختلف المناطق. بارك الله بك. إذن أبو علي إحنا خلينا نروح لفاصل قصير لحضرة المولى أبي عبد الله الحسين، وإن شاء الله راح نستأنف حلقتنا بعد هذا الفاصل. نعم سادة المشاهدين، فاصل إن شاء الله لحضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبعد هذا الفاصل راح نكون مستمرين معاكم مع الحاج أبو علي من السعودية بقيانة. وهذا الفاصل نعم سادتي المشاهدين رجعنا معكم من هذا الفاصل الحسيني المثير لمشاعر الشجن وتقرب الله سبحانه وتعالى من حضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتوافد الكثير من الزائرين لأحياء هذه الشعارة الحسينية وأحياء هذه الذكرى، ذكرى استشهاد السيدة طاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. فنعزيكم مرة أخرى ونعزي العالم الإسلامي بهذه الذكرى الأليمة، وإن شاء الله يتقبل الله سبحانه وتعالى هذه الأسى وهذا الحزن على السيدة طاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. نعم الحاج أبو علي من السعودية، اليوم كانت الحلقة حسينية وأيضا مليئة بالحزن والأسى على استشهاد السيدة طاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. اليوم بكربلاء المقدسة عندما نشوف هذه المناظر والمشاهد العظيمة وتوافد الكثير من الزائرين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، شنو يتبادر بذهنك من كلام عندما نشوف هذا العدد المليوني الوافد لزيارة هذه الشخصية العظيمة أبي عبد الله الحسين؟ كثرة أحباء الإمام الحسين الموالين لأهل البيت. نعم. يعني كل سنة عن سنة يكون العدد يزيد، يعني الموالين تزيد لأهل البيت. نعم. الإمام الحسين يعني بهذا الوقت أنه شوف هذه الشخصية، شخصية الإمام الحسين عليه السلام، قد جمعت قلوب العالم كله تحت هذه القبة، قبة الإمام الحسين عليه السلام. برأيك شنو سوى الإمام الحسين عليه السلام حتى قدر يوصل لهذه المرتبة اللي الله سبحانه وتعالى ترك لها، هذه المرتبة اللي عظم بها الإمام الحسين عليه السلام؟ أكيد سار على تعاليم، على قيم من القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى حتى وصلت لهذه المرحلة. سار على العدل، على نشر الإسلام سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله. نعم. فالعالم ماشي وراء العدل، يعني ما وراء التعاليم الإسلام الصحيحة يعني. بارك الله بك. يعني بهذا الوقت ترى أنه إحنا وصلنا للمرحلة اللي نقدر نقول عليها إحنا موالين للإمام الحسين، أم بعد عندنا قصور بهذه القضية؟ هذه ما نوصل لها اللي إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه يعني. حاليا لا زال في قصور. شنو اللي يمنعنا؟ يعني احنا الان بوقت قد تكون موفره لنا الكثير من وسائل الراحه. يعني الوقت اللي كان بيه الامام الحسين عليه السلام كان وقت صعب، كان وقت مليء بالمعارك، مليء بالمشاكل، مليء بالكثير من الامور
اللي تكون هي صعبة على كل شخص يوالي لهذه القضية. لكن احنا اليوم بوقت قد يكون مترفين بالراحة، يعني وقت تكون ما عندنا مشاكل كثيرة، ما عندنا، فالشيء يمنعنا عن حب الإمام الحسين عليه السلام. فلماذا هذا القصور؟ حب النفس، حب الدنيا، فهذا اللي يمنع الإنسان عن موالاة اللي تطلع من داخل صميم القلب. كيف نقدر نحارب هذا النفس اللي تكون بعض الشيء أمارة بالابتعاد عن هذا القضية؟ بالموالاة لأهل البيت والسير على منهجهم. نعم، خلينا نركز على موضوع مهم جدا، إنه هو ليس فقط الموالاة لأهل البيت هي كفيلة بحد ذاتها حتى تكون هي طريقنا لحب الإمام الحسين عليه السلام. أكو كثير من الأشخاص يكونوا موالين لأهل البيت لكن عقولهم وأذهانهم هي بعيدة عن حب الإمام الحسين، وكل عكس قد يكون هذا الشخص هو يحب الإمام الحسين لكن مو بالقدر اللي يحبه موالو وشيعة الإمام الحسين، لكن هذا الشخص يكون مليء بنية صادقة، مليء بأعمال خير، مليء بحب الناس، مليء بمساعدة الناس. يعني هل من المعقول أن حب الإمام الحسين عليه السلام فقط لهذه الشخصية، أم هو الالتزام بما ترك الإمام الحسين، الالتزام بهذا القيم الأخلاقية والدينية والروحية اللي تركها الإمام الحسين؟ أكيد الالتزام بما ترك الإمام الحسين، بالتأكيد هو هذا المحور الأساسي اللي يتكلم عنه، أن قضية الإمام الحسين ليست فقط قضية دماء وأشلاء تركها الإمام الحسين عليه السلام واستشهد عليها. يعني قضية الإمام الحسين هي وفق تقاليم تقاليد وقيم أخلاقية ودينية وروحانية وعقائدية تركها الإمام الحسين عليه السلام حتى نسير عليه في هذا الوقت. شنو رأيك في هذا الكلام؟ كلام صحيح أكيد 100%. إذن راح نرجع للمحور الأساس، إنه إحنا مقصرين بالقضية الحسينية، مقصرين بموالاتنا لأهل البيت، مقصرين أيضا بإقامتنا لهذه الشعائر الحسينية. إحنا لا نترك اللوم فقط على أنفسنا، لا بالعكس، إنه صحيح المجتمع وهذا الوقت اللي نمر به يكون وقت صعب، لكن إحنا لا يوجد أي شيء يمنعنا عن حب الإمام الحسين وموالاة الإمام الحسين. صحيح يا أبو علي؟ صحيح كلامك. إن شاء الله تكونون ونكون وإياكم من الموالين للإمام الحسين عليه السلام. أبو علي، إحنا دائما نترك فسحة من الوقت لكل ضيف في برنامج كربلاء محط الرحال حتى يقدم بطلب للمولى بعبد الله، فشنو الطلب اللي طلبه من الإمام الحسين؟ طلب المغفرة من الله بحق الإمام الحسين. بارك الله بك، وإن شاء الله تكون هذه المغفرة هي حاصلة من الله سبحانه وتعالى ببركات الإمام الحسين عليه السلام وبحب الإمام الحسين عليه السلام. إذن أبو علي، إحنا نشكرك ونشكر تواجدك في برنامج كربلاء محط الرحال، نسأل الله تعالى أن ترجع لبلدك محمل بحب الإمام الحسين إن شاء الله. شكرا لك. نعم سادتي المشاهدين، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا بالأداد والتقديم جاسم الهميم، وتحيات زميلي المخرج أمير العميدي، وتحية أيضا لأسرة كادر عمل برنامج كربلاء محط الرحال، وأيضا الشكر موصول لفندق قصر درة لاستضافتي لبرنامج كربلاء محط الرحال. تقبلوا تحياتي سادتي المشاهدين، وإن شاء الله نلقاكم بحلقات أخرى. إلى ذلك الوقت كونوا بخير، مع السلامة.